السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا دكاترة، اخباركم ايه؟ انتوا خلصتوا امتحانات تقريبا النهاردة، معلش كانت سنة صعبة شوية ان هي وقفت في النص ورجعوا في الاخر زنقوا قبل الدراسة بيومين. انا حاولت ابدأ في الفيديو من ساعة ما كنت كلمتكم، بس يعني للأسف يعني طول معايا شوية، فانا يعني زي ما اتفقنا الحمد لله ان شاء الله يعني هعمله فيديوهين، فيديو هيتكلم على النظري شوية والمترم والفاينل والحاجات دي، وفيديو تاني هيبقى اطول شوية هيتكلم على العمل. الفيديو ده ان شاء الله اللي هو اول فيديو بتاع النظر هحاول اخليه قصير شوية. دلوقتي هي نفس البرانشات اللي كانت موجودة في رابعة هي اللي موجودة في خمسة، يعني 10 مواد، هما هنا 8 مواد، في 3 مواد وقفهم اللي هما الاورثو والدياجنوز والراديولوجي او الاكس راي، وفي مادة اتضافت اللي هي البيريو. الاورال سيرجري مكملة انها اورال وماكسيلو فيشل. ليه ماكسيلو فيشل؟ عشان يعني دخلنا بقى شوية في الحاجات بتاعت الفيس نفسه، انه هتاخدوا بالكم ان في حاجات مثلا دلوقتي زي ما هقول هتلاقوا في فراكشر في الماندبل في الماجزيلا في البلت في الحاجات دي، فاحنا عشان كده دخلنا في الماجزيلو فيشيال. تمام، بالنسبة لي البروسيز كنا بنشتغل تالتة كانت بري كلينيكال سواء كومبليت او ار بي دي، رابعة كانت كلينيكال كومبليت، خمسة هتبقى كلينيكال ار بي دي مع مجال زيادة اللي هو الماكسيلو فيشيال ريموفبل بروسودونتكس. ده البيشنت مثلا اللي عنده كليفت، عنده مثلا كان كانسر في البلد او حاجة وتشال الحاجات دي. يعني الاندو كان نوعا ما بري كلينيكال بقى هنا كلينيكال، الفيكسد منهج الكلينيكال كان في رابعة شوية ومكمل هنا، والاوبريتيف يعني زمان كان شوية امالجام وكاريولوجي وحاجات من كده في رابعة، هنا هيبقى كومبوزيت وحاجات تانية اثاتيك اكتر. الميديسن هو اصلا كان مادة واحدة في اللائحة القديمة اتقسم على لائحتين، فهو المواضيع اللي اتشرحت في رابعة هيتشرح غيرها في خمسة، مواضيع ممكن تكون مختلفة شوية عن عندنا عن عندكم، بس يعني ايه هي تقريبا نفسها يعني كمجمل مع اختلاف بعض المواضيع البسيطة. البيدو منهج برضو استكمال للكلينيكال، البيدو طبعا بتتكلم على كل حاجة في المجالات التانية بس ايه فيما يختص البيدو يعني، والبيريو اللي هو علاج اللثة. تمام، ايه اللي مختلف في رابعة عن خمسة؟ مفيش حاجة مختلفة كتير بصراحة، يعني هو صح في عدد محاضرات عدد مواد اقصد اقل، لكن في نفس الوقت المواضيع نفسها في كل مادة اكتر. يعني المادة في رابعة لو احنا جينا حطيناها في خمسة ممكن مثلا يعني ايه نضربها في واحد ونص، يعني هتلاقي مواضيع اكتر في الحاجة نفسها وبرضو عليها درجات اكتر. في مواد مثلا زي البيريو والميديسن بدل ما هي مثلا دياجنوزس والميديسن كانوا مثلا ساعة وساعة، هنا هتلاقي مثلا ساعتين وساعتين، يعني الكمية نفسها عشان توافق الكمية فهو ايه مزودين عدد ساعات المحاضرات. الجراحة كانت ساعتين بقت 3 ساعات كده يعني. والدرجات زي ما نشوف مثلا في الصورة دي، دي هنا عدد ساعات المحاضرات، الكراون السكاشن 4 ساعات بدل ما كانوا ساعتين كعملي يعني، البروسيس برضو بقى 4 ساعات. نفس فكرة تالتة برضو العلاج التحفظي اللي هو الاوبرتيف 4 ساعات، الاندو 4 ساعات، اللي هو 4 ساعات يعني سكشنين كل سكشن ساعتين. في اللائحة بتاعتكم بقى او في النظام الجديد اللي هم عاملينه بقت ساعة ونص وساعة ونص، يعني هيبقى 3 ساعات. الجراحة الاختلاف هنا في عدد المحاضرات هيبقى 3 ساعات بدل ما كان ساعتين، طب الفم ساعتين بدل ما كان ساعة، وكذلك البريو زي ما انا قلت، مش عايز اطول عشان بتكلم كتير. الدرجات البيدو نفسها، الكراون بقت 150 بدل ما كانت 100، كذلك البروسيزس، العلاج التحفظي برضو 150 والاندو 150. الفرق في درجات الجراحة هم تقريبا برضو كأوفر اول هم 150، لكن اخدنا منهم 30 درجة تقريبا اديناهم للتخدير العام. يعني في التخدير العام دي مادة تقريبا تبع طب بتاخدوها تقريبا محاضرتين او 3 في اخر السنة، عليهم 30 درجة من درجات الجراحة. مادة ملهاش لازمة بصراحة، وهم قسم يعني غريب شوية، كانوا جابون الأسئلة كلها من بره المنهج، بس يعني ايه هو ماشي على كله والحمد لله جبنا درجات حلوة في الجراحة، يعني متقلقوش من الموضوع. نبقى الوقت نتكلم على الحاجات النظري. بالنسبة للجراحة المواضيع زي ما انتم شايفينها هنا، ممكن مثلا تاخدوا سكرين للشاشة دي، في حاجات فراكشر، في
في برضو حاجات كنا خدناها في الباثولوجي قبل كده مثلا زي السيست والتيومر، في برضو حاجة اسمها الانفكشن ماشي، في الامبلانت، في البون جرافت، دي المواضيع الكبيرة. وفي مواضيع تانية صغيرة، الفراكشر في عندنا ممكن يكون مثلا في مانديبولر فراكشر، ممكن يكون في مثلا حاجة في الميد فيس، ده الميد فيس، ده اللور فيس اللي هو المانديبول، الميد فيس اللي هو الجزء ده، وده الابر فيس اللي هو بتاع الفرونتال بون والحاجات دي. فالميد فيس ممكن يكون عندها مثلا ماكسيلري فراكشر، ممكن يكون عندنا مثلا اوربيتال فراكشر، ممكن يكون عندنا بلاتال فراكشر في البلات، ممكن يكون عندنا زيجوماتيك فراكشر. بالنسبه لللور فيس في مانديبولر فراكشر، وممكن يكون برضو في كوندايلر فراكشر. دي المواضيع بتاعت الفراكشر بشكل عام. الفراكشر ده بيبقى نوعا ما شبه ترتيل شويه. السيست زي ما احنا خدناها في الباثولوجي هو نفس الفكره، بس احنا مش متطرقين للباثولوجي قوي، مع ان الاسئله كانت في الامتحان بصراحه كانت باثولوجي شويه، بس هو الموضوع متطرق اكتر للسيرجيكال تكنيك بتاع الريموفال بتاعها. لو انتوا فاكرين السيست الكبيره كانت مارسوبيلايزيشن، والسيست الصغيره انيكوليشن. انيكوليشن يعني بشيلها كلها، المارسوبيلايزيشن يعني بشيلها من جوه نفسها، يعني بشيل جزء منها وبخليها تصغر. يعني الانفكشن ده بيتكلم على حاجه ليها علاقه شويه بالاندو، يعني مثلا البري ابيكال ابسس. بس هي ممكن مثلا البري ابيكال ابسس دي لو ما اتعالجتش مثلا تكمل مثلا لايه، لحاجه اسمها اوستيومايلايتس، انفكشن في البون نفسه، او ممكن حاجه تانية مثلا زي حاجه اسمها فيشيال سبيسز. الفيشيال سبيسز دي عباره عن حاجات او سبيسز موجوده مثلا ما بين مصل وسكن، او مصل وبون، يعني بتبقى زي مساحات كده في الفاشيا نفسها، عشان نسبه للفاشيا السبيسز، هي نسبه للفاشيا بيبقى فيها ايه، بيحصل فيها انفكشن، وهي زي اوض فاضيه، فلما بيحصل انفكشن فيها ايه بتتملى بسرعه، بتلاقي العيان وشه منفوخ، وبتبقى حالات احيانا بتبقى لايف تريتنج. يعني التيومر زي ما خدناه برضو في الباثولوجي، كان في حاجات مثلا اودونتوجينيك تيومرز، في حاجات تانية نون اودونتوجينيك. الامبلانت هتاخده في كذا ماده السنه دي، زي الكراون، زي الجراحه، والبون جرافت برضو هتاخدوها في الجراحه وهتاخدوها في البيريو. فزي ما قلنا المواد، في المواضيع قصدي، في مانديبولار فراكشر، في سيست، في انفكشن، دي مواضيع كبيره يعني. في الامبلانت كان صغير شويه. البريبيوتاتيك تقريبا انتوا خدتوها في رابعه، كان زودوا لكم تقريبا محاضرات في اخر السنه. في حاجه اسمها ريسنت ادفانسز، موضوع كده يعني نوعا ما نظري شويه، ان هو بيتكلم على حاجات هتتعمل في المستقبل او حاجات اتعملت بس لسه ما وصلتلناش. يعني اندونوجينيك تيومرز، حاجه اسمها اوروفيشيال بين. الاوروفيشيال بين ده بين موجود في الاورو نسبه للماوث، وفيشيال بالنسبه للفيس، يعني بيبقى ألم موجود في المكان ده. له أسباب كتير بقى، ممكن يكون أودونتوجينيك، ممكن يكون نون أودونتوجينيك، ممكن يكون سايكوجينيك، حاجة سايكولوجيكال، حاجات كتير. والموضوع ده برضو داخل معاكو في الجراحة وداخل معاكو في الميديسن، تمام. كوندايلر فراكشر زي ما قلت لكم، تبع الفراكشر في المانديبول، في الكوندايلر، في الميد فيس فراكشر اللي هو بتاع المجزيلا والبلات والزيجوماتيك والأوربيتال. في موضوع برضو لطيف، الليزر، في الماكسيلاري ساينس، الاوستيومايلايتس ده برضو تبع الانفكشن، اودونتوجينيك تيومرز زي ما قلت، البون جرافت. في مواضيع هي ما اتشرحتش عندنا بس انا كنت شفتها في الداتا بتاعت السنين اللي قبلنا، زي السليفر جلاند ديزيزز والاورثوجناتيك. دول يعني ما اعرفش هيتشرحوا لكم ولا لا، بس هو يعني ايه، في مواضيع ما كانتش اتشرحت لنا بسبب ظروف كورونا والحاجات دي. الجي اي او الجنرال انستيزيا، الموضوعين اللي احنا خدناهم كان حاجه اسمها بري ميديكيشن، العيان بديله شويه ادويه قبل ما يخش التخدير الكلي، يعني كان بيتكلم على الادويه دي. وحاجه تانية اسمها انهاليشنال انستيك، اللي هو الانستيزيا اللي بياخدها عن طريق التنفس. مثلا حاجه لو انتم مثلا مطلعين على الموضوع، حاجه مثلا زي ايه، النيتروجين دايوكسيد اللي هو غاز الضحك مثلا، هو ده ممنوع في مصر بس يعني ده عباره عن غاز للتخدير. يعني في برضه الهالوتان، في حاجات كده يعني ايه بيسموها انهاليشنال انستيك. يعني السورس بتاع الجراحه عموما الهاند اوت بتاع الدكتور، هما بيلتزموا بالهاند اوتس بتاعتهم، ولو في زيادات في المحاضره يا ريت تزودوها لان هما بيجيبوها برضه، يعني بالذات دكتور وائل، دكتور زغلول بيلتزم بالسورس بتاعه اكتر، دكتور محمد عبد المنعم بيلتزم بزيادات المحاضره والسورس، دكتوره سالي اسئلتها هي ودكتور امان كانت اسئله مباشره الصراحه السنه دي، ما كانش في اسئله صعبه. يعني دكتور فخر برضو ملتزم بالسورس بتاعه، ودكتورة مي كانت خليط ما بين المحاضرة والسورس، يعني اللي هو الباوربوينت بتاعه.
بالنسبة للمترم، المترم كان إلكتروني، كان 15 سؤال، كل سؤال بدرجة، كان كويس يعني. هو مشكلتنا في السيست كان شوية كان بيتكلم على الجزء بتاع الباثولوجي، احنا ركزنا على الجزء شوية بتاع التريتمنت، بس هو كان ايه سألنا في أسئلة باثولوجي، فده اللي كان صعب بالنسبة لنا يعني، بس كان كويس يعني، في ناس كتير قفلته يعني. بالنسبة للفاينل زي ما قلت لكم، هو كان ام سي كيو ترو فولس، 60 درجة تقريبا، الام سي كيو كان 80، والتاني كان واخد باقي الدرجات 20 درجة ترو فولس. الجي اي كان 15 ترو فولس و15 ترو فولس برضه في الاورال شيت. كانت غريبة شوية بصراحة، ان هو كانوا جايبين مواضيع اصلا احنا ما ذاكرناهاش، بس احنا يعني ايه بنعزل الموضوع شوية، لان احنا ما كانش بيننا وبينهم تواصل يعني، هما نزلوا محاضرات وما اتكلموش عن اي حاجة يعني، فاحنا اعتبرنا المحاضرات دي هي السورس بتاعنا، طلع ان السورس بتاعهم حاجة تانية، فهو دي مشكلة في التواصل، فيا ريت يعني ايه ما تكرروش المشكلة دي يعني، حاولوا تواصلوا معاهم وتأكدوا من كل حاجة ومضوهم عن الموضوع يعني، عشان ايه ما يحصلش حاجات لخبطة زي اللي حصلت معانا، لان اللخبطة دي كانت بدرجات كتير يعني، بس ما دام هي ماشية علينا كلنا فايه فما فيش مشكلة. بالنسبة للبيريو انا متوصي بيكو شوية في الجزء بتاع البيريو يعني، عشان كان رخم بالنسبة لي شوية. المواضيع بتاعة البيريو يعني انا ممكن اقسمها 3 اجزاء، هقسمها الجزء الاول بيتكلم على الفسيولوجي والهيستولوجي شوية، الجزء التاني بيتكلم على الامراض اللي هو مش باللون الاحمر يعني، واول واخر عنوانين في اللون الاحمر برضو لهم علاقة بيهم يعني، وجزء بيتكلم على التريتمنت. التريتمنت ده اقدر اقول انه هو الترم التاني. تمام، بالنسبة للترم الاول كان في حاجات لو انتوا فاكرين في الهيستولوجي، كان الجينجيفا والجينجيفال فايبرز والهيستولوجي بتاعت الجينجيفا لما كنا خدناها في الاورال ميكوزا والحاجات دي هناخدها تاني هنا، والسبورتنج التيشو اللي هو البريدونشيام والبون والسمنتم برضو بيبقى هنتات بسيطة كده يعني، المحاضرتين دول يعني تقريبا ما فيش فيهم زيادات قوي عن الحاجات اللي كنا بناخدها في الهيستولوجي يعني. الديفنس ميكانيزم بتاع الجينجيفا بيتكلم على حاجات في الجينجيفا بتمنع يعني ايه بتحارب البكتيريا، او يعني انت عارفين طبعا ان البكتيريا هي اللي بتسبب المشاكل بتاعه البريدونتال ديزيز عموما يعني، فهو ازاي الجينجيفا ايه بتحاول تحمي نفسها يعني. الاميونيتي بيتكلم ان هو طبعا هو مشكله البريدونتال ديزيز يعني مش فكره بكتيريا بس، هو اصلا اغلبيه البريدونتال ديستراكشن او لما مثلا يحصل مشكله في البيريو بتأدي مثلا لفقدان البريدونشيوم واللوس بتاع التوث، بيبقى جزء كبير منها تبع الاميونيتي، ان الاميونيتي وهي بتحاول تدافع عن الجسم ضد البكتيريا دي بتطلع مركبات معينه بتدمر البريدونشيوم يعني، هي بتدمر نفسها بنفسها، سيلف ديستركتيف يعني. فهنا بيتكلم بقى في الجزء بتاع الاميونيتي والهوست مايكروبيال انتر اكشن على الجزء بتاع الاميونيتي ده. تمام، في مواضيع بقى اللي هي ليها علاقه بالديزيز شويه، اللي هو البلاك اللي هو البايو فيلم اللي بيتكون على السنان، والكالكولس هو نفس البلاك بس لما يحصل له مينالايزيشن. في بقى انواع الجينجيفايتس اللي هو الانفلاميشن بتاع الجينجيفا، في بلاك انديوسد ده اللي هو بسبب البلاك، او بيسموه له عنوان تاني اسمه كرونيك جينجيفايتس لو كنت سمعته بيه في رابعه يعني. الانيو جي او اللي هو النيكروتايزنج التراتيف جينجيفوستوماتايتس او جينجيفايتس، ده اللي هو انتوا خدتوه برضو اللي هو بتاع دكتور هنا كان دايما تقول لكم بانشت اوت بابيلي والحاجات دي يعني، ده موضوع كامل يعني هيتشرح. في ديسكوماتيف جينجيفايتس ده مرض يعني بيبقى نوعا ما جنرالايزد شويه في الجسم وبينعكس على الاورال ستراكشر يعني، ملوش سبب معين. في البوكيت، البوكيت ده بمعنى جيب يعني ايه جيب يعني، الجينجيفا من كتر ما بيحصل ديبنينج للسلكس بتاعها بيبقى عامل زي جيب، بيخزن بكتيريا، بيعمل حاجات زي كده، انتوا عارفين يعني جيب لثوي بيبقى ريحته وحشه، وبيبقى البيشنت عنده بين كده حاجه بتضايقه. البون لوس ده اللي هو في البيريو طبعا يعني بيحصل بون لوس مع الديبنينج بتاع الاتاشمنت بتاع الجينجيفا، ففي المحاضره دي بتتكلم على الموضوع ده يعني. البريدونتايتس اللي هو الانفلاميشن بتاع البريدونشيوم اول ما يحصل لوس اوف اتاشمنت يعني، معلش انا بتكلم يعني هو الكلام ده هو سهل شويه يعني، انا ممكن اكون مكلكع وانا بتكلم بس هو يعني هو بسيط يعني ما تقلقوش منه. الجينجيفال ابسس مترجمه نفسها تروما فروم اوكلوجن يعني بيشنت عنده هيفي اوكلوجن، فلما بيعض بيعمل تروما للبيردونشيوم ماشي، ده سبب تاني للبيردونتايتس بالمناسبه يعني، في سبب ان هو ممكن يكون جينجيفايتس ويكمل بيردونتايتس، والسبب التاني ان هو يبقى ايه تروما فروم اوكلوجن تمام، يؤذي البيردونشيوم فيحصل بيردونتايتس. البيشنت ده بيبقاش عنده بلاك قد كده بس بسبب ان هو عنده هيفي اوكلوجن
فالموضوع ده بيتسبب بكده. يعني في حاجه اسمها اندو بيريو ليجن، من اسمها يعني ليجن مشتركه ما بين الاندو والبيريو، يعني هيبقى في مشكله في البلب وفي مشكله في البريدونشيوم. تمام، الموضوع ده برضو مشترك ما بين الاندو والبيريو، يعني هتاخده في الاندو هتاخده في البيريو. جينجيفال انلارجمنت، اي حاجه بتخلي الجينجيفا تكبر. الترم الثاني بقى بيتكلم على التريتمنت، انا هشرحه ان شاء الله لما اشرح الدياجرام ده. الاوريجين بتاع اي ديزيز في البيريو عموما يعني بشكل عام بيبقى البلاك اللي هو البايفيلم، بيكون على السنه لما بيحصل له مينرايزيشن بيكون ايه حاجه اسمها الكالكرس. ماشي، البلاك زي ما انتم شايفين هنا سبب جينجيفايتس او انفلاميشن للجام نفسها، وطبعا لو الانفلاميشن ده طول شويه ممكن يبقى ايه يديلك او يديلك جينجيفال انلارجمنت في المكان ده اللي هو اخر توبيك انا اتكلمت عليه في الترم الاول اللي هو الجينجيفال انلارجمنت. تمام، وفي اسباب تانية للجينجيفال انلارجمنت زي الدراجز والحاجات دي. الجينجيفايتس بتكمل لبريدونتايتس، يعني هنا شايفين الاتاتشمنت بتاعت الجينجيفا مظبوطه بس هو في انفلاميشن، هنا حصل لوس اوف اتاتشمنت وايه وحصل ديبنينج ليها، فحصل مثلا لوس للبون وحصل برضه لوس للاتاتشمنت ابيثيليوم ونزل حصل له مايجريشن ابيكالي فكون لي حاجه اسمها البوكت اللي احنا اتكلمنا عنه. ماشي، فالبوكت ده محاضره، والبون لوس اللي حصل في المكان ده برضه محاضره. تمام، وفاينالي بيحصل لوس اوف توث. يعني الاندوبيريو ليجن دي ليجن مشتركه ما بين الاندو والبيريو، يعني في مشكله في البريدونشيوم وفي مشكله في الاندو. ممكن الليجن دي تكون اصلا برايمري اندو، يعني حصل كارز للسنه وبقت اندو وبعدين الاندو كان عدى مثلا سواء من الابيكال فورامين او من اللاترال كانالز او من الفوركال كانالز اللي هي في الفوركيشن كمل البريدونشيوم فعمل مشكله في البيريو فبقت اسمها سكندري. ممكن يكون اصلا برايمري بيريو بسبب بلاك وكالكلس وحاجات من كده وكمل حصل سبريدنج سواء من اللاترال كانالز او من الابيكال كانالز وعمل مشكله في الاندو او في البلب، يعني فبالتالي هو برايمري اندو برايمري بيريو سوري سكندري اندو، او ممكن يكون الاثنين مع بعض حصلوا في نفس الوقت فبالتالي بيبقى اسمها ايه ترو كومبايند او كونكوميتنت. دي هتاخدوها بالتفصيل وقتها، مش لازم اقول تفاصيل، يعني انا بقول تفاصيل كتير بصراحه. هنا طبعا ممكن ممكن برضو في البوكت يتجمع فيه بكتيريا وحاجات من كده ويحصل، يعني لو انا مثلا جيت عملت سكيلينج وشلت البلاك اللي هنا فحصل هنا هيلينج فالبكتيريا اتحشرت في المكان ده ممكن بقى يعني ايه تشتغل وتعمل لي ابسس. تمام، الابسس دي اسمها بيريدونتال ابسس، انما البري ابيكال ابسس دي اللي احنا عارفينها بتاعت الاندو. تمام، في فرق بينهم. ازاي بقى اعمل تريتمنت للبلاك ده؟ اول حاجه بعمل حاجه اسمها فيز 1. فيز 1 دي اول حاجه لازم اخلي البيشنت يغسل سنانه، يشيل البلاك بانتظام، يستخدم التوث براش، يستخدم الدنتال فلوس، الانتر دنتال براش، الحاجات دي. وكمان انا بعمل له حاجه، يعني هو طبعا ما يعرفش يشيل، هو ممكن يشيل البلاك لكن ما يعرفش يشيل الكالكولس، فالكالكولس انا بشيله بحاجتين، حاجه اسمها سكيلينج اللي هو اني اشيل الكالكولس اللي موجود على السنه، روت بنادنج ان انا اشيل الكالكولس واشيل جزء من السمنتم اللي موجود على الروت اللي هو اوريدي انفكتد. تمام، يعني هو البلاك والكالكولس فضلوا لازقين في السنه لحد ما خلوا يعني السمنتم نفسه يعني انفكتد، فانا بشيل جزء منه بالاداه دي اللي انا هقول اسمها بعدين يعني، فبالتالي ايه بعمل روت بلاننج. تمام، بالتالي بشيل السمنتم الانفكتد، فبالتالي عشان اخليه مور هيلثي، يعني بكشف الهيلثي سمنتم. في حاجه ثالثه اسمها الكيوريتاج، ان انا اشيل الجينجيفا اللي هي فيسنج ايه البلاك والكالكولس دي، بشيل جزء منها هنا اللي هو انفكتد برضو، ده اسمه جينجيفال كيوريتاج. يعني في عندنا ثلاث مصطلحات، سكيلينج وروت بلاننج وجينجيفال كيوريتاج. سكيلينج كالكولس، بلاننج بشيل السمنتم اللي على الروت، كيوريتاج بشيل جزء من الجينجيفا اللي هو مليان بكتيريا. السكيلينج والروت بلاننج ده في حاجه اسمها فيز 1 اللي هو بحاول فيها اعمل ايه كنترولينج للديزيز اللي عند البيشنت. والله البيشنت كان ملتزم ومحترم ونضف سنانه والدنيا بقت حلوه، خلاص هو مش هيحتاج يكمل. هو بيشنت بقى يعني سواء يا اما حالته صعبه يا اما هو بيشنت مهمل ومش مهتم، هلجأ لحاجه تانية اسمها فيز 2. فيز 2 دي بتتضمن جراحه، بعمل فلاب زي ما كنا خدنا في الجراحه في سنه رابعه الانواع الفلابس والحاجات دي، في انواع فلابس خاصه بالبيريوم، هشيل الجينجيفا واقوم كاشف الروت وشايل كل البلاك والكالكولس واقوم راجع مخيط تاني، او لو مثلا عنده مشاكل مور ادفانسد ممكن مثلا احط له بون جرافت وحاجات من كده. يعني
في برضه في السيرجري بتاعت الجنجبه في حاجه اسمها جنجفيكتومي، بشيل جزء من الجنجبه، سواء الموضوع ده كان استاتيك عشان مثلا هو عنده جام سمايل، او في حاجه تانية مثلا زي ما تقولوا كده عنده بوكت كبير شويه، فانا بدل ما اشيل بقعد انضف وكده، لا انا بشيل الجنجبه بالبوكت بتاعها وبرميهم بخلص منه. بس العلاج ده يعني ايه اجريسيف شويه وبقى من الهيستوري يعني، تمام، بس هناخده لان هو مهم يعني مفيش غنى عنه. في برضو موضوع في البيريوس مفوركيشن انفولفمنت، يعني المرض بتاع البيريدونتال ده وصل للفوركيشن، الفوركيشن نفسها حصل فيها ايه لوس للبون، بالتالي بقت انفولفد في الموضوع ده. الفوركيشن انفولفمنت ده في موضوع بعده اسمه بيريدونتال ريجينريشن، ازاي اعمل ريجينريشن للبيريدونشيوم. يعني شايفين هنا مثلا الصوره، هنا في فوركيشن انفولفمنت، حصل لوس للبون هنا، هنا هو حط بون جرافت في الصوره دي، هو حط هنا بون جرافت وبعدين قفل عليها بفلا يعني ايه بحاجه اسمها جيد تيشو ريجينريشن. في الصوره دي حصل ايه هيلينج، يعني حصل نيو فورميشن للبون ونيو فورميشن للاتاتشمنت نفسها اللي كانت لازقه وكده، فحصل هيلينج، فده بنسميه موضوع اسمه ايه الريجينريشن. فنرجع تاني للترم التاني، هنا فيز 1 ده موضوع، فيز 2 ده موضوع جنجيفيكتو زي ما قلت لكم، الفلابس دي تبع فيز 2، فوركيشن انفولفمنت لما حصل ان الفوركيشن بقت فيها بيريدونتال ديزيز، الريجينريشن اللي هو ازاي برجع الحاله للاصل او الحاجه الهيلثي يعني، والجرافت اللي انا حطيتها في الفوركيشن او حطيتها في اي مكان تاني عشان يحصل هيلينج ونيو بون فورميشن يعني. في موضوعين في الاخر كده قصيرين، ريسيشن اللي هو ان الجينجيفا نفسها اتراجعت، والبريدونتال ميديسين حاجه يعني ليها علاقه شويه بالايه الاوفر اول هيلث بتاعت البيشنت، ان البيشنت نفسه ممكن يكون عنده مثلا افكتيف اندوكاردايتس، عنده حاجات تانية يعني، فازاي احسنها وازاي اعالجها وكده، ده تبع البريدونتال ميديسين. موضوع بسيط يعني، دي المواضيع اللي احنا خدناها في البيريو. كان في موضوع زمان هو او مش زمان يعني، احنا ما خدناهوش برضه لظروف كورونا عندنا، كان اسمه بيري امبلانت سوفت تيشو بريباريشن. طبعا الامبلانت فيه جزء منه تبع البيريو، ان هو ازاي يظبط البريدونتال تيشو حواليه يعني، او الجنجيفا يعني بشكل عام، لان هو ما فيش بريدونتال تيشو، في بون على طول ماسك فيه، فده في موضوع هو ما خدناهوش، ممكن انتوا تاخدوه يعني. طيب والله انا حابب اشرح جزء شويه في البيريو عشان ايه بس تبقوا متخيلين الدنيا. لو احنا بصينا على الصوره دي، جنجيفا واسنان وميوكوزا، تمام، اللي هي الالفيولار ميوكوزا يعني. الجزء المارجنال اللي هو حوالي السنه على طول الميلي ده اسمه مارجنال جنجيفا، تمام، او فري جنجيفا. في فري يعني ايه، يعني مش لازق في يعني، الاتاتشمنت دي اتاتش الجنجيفا، تمام، لكن اللي قبلها ده فري، اللي هو المارجنال ده اسمه فري جنجيفا، تمام. في انتردنتال او بابيلاري اللي هي موجوده في الجزء الانتردنتال ما بين السنين، اتاتشد اللي هي ماسكه سواء بالاتاتشمنت ابيثيليوم وتحته البيردونتال تيشو، وفي الميوكو جنجيفا لاين اللي فارق ما بين الجنجيفا اللي هي كيراتينايزد والالفيولار ميكوزا اللي هي نون كيراتينايزد، حتى هتحسوا الفرق، هنا لون بينك فاتح شويه وهنا ايه مور ريدش عشان في بلاد فيسل اكتر ومفيش كيراتين، تمام. انا بشرح الجزء ده لان انا بصراحه كنت بلخبط فيه يعني، فانا مش عايز كنت لخبطه زي، تمام. صوره تانية بتشرح الموضوع ده، الجنجيفال سالكس، كل الجزء ده عشان مفيش اتاتشمنت فده اسمه فري جنجيفا او فري او مارجنال جنجيفا، تمام. بعدين في الاتاتشد جنجيفا اللي هي ماسكه سواء بالاتاتشمنت ابيثيليوم او تحتها تبقى ماسكه في البون وتحتها البريدونتال، بعدين الميوكو جنجيفال، بعدين ايه الالفيولار ميوكوزا. اتمنى بس الموضوع يكون سهل وبسيط. صوره برضو ثالثه بتوضح الموضوع، ده البروب داخل كل الجزء ده لحدايه الدبث اوف سالكس، ده ايه فري جنجيفا، تمام. بعدين الاتاتشد ده الويث بتاع الاتاتش الجنجبا، وبعدين الالفيولار ميوكوزا، تمام. انا بشرح الجزء ده عشان هرجع اتكلم عنه شويه بالتفصيل في العمل. السورس بتاع المذاكره في البيريو المحاضره وحاجه او مرجع اسمه كارانزا، كارانزا ده مرجع في البيريو، هو في مواضيع كتير مش علينا، بس هو المواضيع دي اللي الدكتور يقول لكم انها موجود في كارانزا تذاكروه من كارانزا، لان هم احيانا ايه بيجيبوا منه اسئله في الام سي كيو. الميدتيرم بصراحه كان سهل، ما كانش جاي من كارانزا قوي، كان من المحاضرة أكتر، لكن الفاينل كان فيه أسئلة يعني إيه كويسة من كارانزا، كان 70 إم سي كيو، كل إم سي كيو هي بدرجة، كان جاي من كارانزا وزيارات المحاضرات. الامتحان والله يعني كان نوعا ما صعب شوية، لكن كان كويس يعني، في ناس جابت فيه درجات حلوة،
وناس لا يعني، بس هو على حسب مذاكرتك يعني، الواحد بس يذاكر كويس وربنا بييسر الحال. الميديسن دي مادة كويسة جدا السنة دي الصراحة يعني، أنا عارف السنة اللي فاتت كانت صعبة عليكم شوية، بس إيه السنة دي مع دكتور بزيد الموضوع هيبقى أحسن شوية. المواضيع اللي إحنا خدناها، وأنا عارف طبعا إن أنتوا تقريبا كنتوا مشيتوا بترتيب غير ترتيبنا، أنتوا تقريبا خدتوا السليفري جلاند والتانك ديزيز وخدتوا الأليرجي تمام، فهو هيبدله هيجيبوا لكم بقى مواضيع من اللي إحنا خدناها في رابعة هيدوها لكم السنة دي، زي مثلا البلاد ديس أوردر سواء في الأر بي سيز أو في الوايت بلاد سيلز او في البليتلتس، دي هتبقى موجوده السنه دي، ممكن تسموه شابتر هيماتولوجي مثلا. في مواضيع تانية مثلا البيجمنتد ليجن زي اللي خدتوها في الباثولوجي، في مواضيع في الاندوكراين، او ممكن اقول لكم مثلا ان الاربعه وخمسه دول اللي هم الميديكال كومبرومايزد بيشنت تمام، اللي انتوا خدتوها برضو في رابعه في الجراحه، اللي هو مثلا البيشنت اللي عنده ثايرويد وباراثايرويد، البيتيوتري، الادرينال، الرينال، البريجنانسي والمينوبوز، الحاجات دي تبع الاندوكراين، والحاجات بتاعت الكاردياك اللي هو بيشنت عنده هايبرتنشن، هارت فيلير، كورونري هارت ديزيز. في مواضيع تانية مثلا زي الانفكتيف اندوكارديتس، الروماتيك فيفر، الحاجات دي كلها تبع الكاردياك، وفي حاجات تبع الاندوكراين. دول كلهم هتاخدوهم في الميديسن. في الليمفادينوباثي، مشاكل في الليمف نودز بسبب انفكشن، بسبب تيومر، اي باثولوجي في الليمف نودز بنسميها ليمف ادينوباثي تمام، باثي اللي هو باثولوجي، وليمف اللي هو نسبه الليمف نود. وفي برضه تبع ممكن نقول برضه تبع الميديكال كومبرومايزد الليفر، الهيباتيك بيشنت، سواء بقى كان عنده هيباتيتس، كان عنده ليفر فيلير، كان عنده سيروزس مثلا بسبب ان هو بيشنت الكحوليك مثلا، او بيشنت مثلا اي مشكله في الليفر بقى، انتوا عارفين يعني الكلام ده. السورسات في الترم الاول وكذلك الترم الثاني دكتور بزيد كان ملتزم دايما بالسورسات، يعني هو مثلا احنا اتفقنا على سورس معين، السورس ده الامتحان منه تمام. كان في مذكره اسمها مذكره الدكتور سامي صادق، دي كان فيها اغلب يعني هما دايما ميديسن بيجوا منها يعني ايه السورسات بتاعتهم، هي مذكره تبع القاهره يعني، كانت اغلب لو تلاحظوا هنا في المكتوب هي اغلب المحاضرات كانت من سامي صادق. في حاجات بقى بتبقى اكسبشن، مثلا دكتور لو في حاجه مثلا مش مكتوبه في سامي صادق كويس، الدكتور مثلا عنده سورس احسن بايه بيديه لنا يعني، سواء مثلا في المحاضرات دي سواء دكتوره ليلى او دكتور بزيد او دكتور اسلام بيدي لنا سورس مختلف عن سامي صادق، بس في الاخر بيبقوا ملتزمين بيه. الترم الثاني سيريبرو فاسكولار ستروك، ستروك دي يعني حاجه بتحصل في البرين بتؤدي الى ايه، ان ما يحصلش اكسجين سبلاي كفايه للجزء ده، او يحصل بروبلم في المكان ده مثلا بسبب ايه، ان حصل كواجيليشن مثلا، كلوت بلاد كلوت مثلا اتكونت في البرين، او حصل هيموريج يعني في وعاء مثلا دموي انفجر في البرين فحصل مشكله. طبعا المشاكل دي لو ما اتعالجتش طبعا كل يعني ايه كل تاخيره بعضو يعني، مثلا لو هي ضربت مكان معين ممكن مثلا البيشنت ده يحصل له باراليسز، يبقى مشلول، ممكن مثلا لا قدر الله يموت. يعني موضوع مهم جدا وله علاقه بينا، لان هو البيشنت ده لما يجي يتعالج عندنا بيبقى تحت ستريس، ولما بيبقى تحت ستريس ممكن يحصل له اي حاجه من الحاجات دي، بالتالي يعني ايه لا قدر الله ممكن يعني ايه يعني يحصل له مشكله عندنا في الكورس بتاع الاسنان يعني. فده طبعا تبع برضو الميديكال كومبرومايزد بيشنتس بشكل عام. انا عارف ان انتوا خدتوها في الجراحه بتفصيل قليل شويه، كانت محاضره باين او كده، بس هو هنا تبقى ايه مفصله شويه، اغلب المنهج او اكتر من نص المنهج بيتكلم عن الحاجات دي. برضو الابيليبسي تبع الميديكال كومبرومايز، الدايابيتس تبع الميديكال كومبرومايز، في برضو في مواضيع في الاخر مثلا زي الاورال كانسر، الاتش اي في، الاوروفيشال بين اللي انا كنت قلت لكم عليه في الجراحه تمام. السورس مينلي هو سامي صادق او سورس الدكتور، واللي انت حابب يبقى مظبوط منه يعني، انت ذاكر المحاضره كويس وذاكر السورسات بتاعت المحاضره كويس، لكن على حسب طبعا اتفاقكم مع الدكتور، لان هو ممكن يحصل عندكم اختلاف ما يبقاش دكتور بزيد اللي ماسك الدفعه برضه، لكن انا بتكلم على اللي حصل عندنا يعني تمام. الميد ترم كان مباشر وكويس جدا، وكذلك الفاينل كان مباشر وكويس جدا، وكلنا الحمد لله طلعنا مبسوطين يعني، كانت ماده كويسه يعني فما تقلقوش منها. نيجي على البروسيسس، او محدش بيجي على البروسيسس، هي اللي بتيجي علينا يعني، بس نتكلم يعني بلاش هزار. التوبكس بتاعتها زي ما قلت لكم، الترم الاول ار بي دي، الترم الثاني ماكسيلوفيشال تمام. الار بي دي طبعا احنا خشينا هنا في جزء الكلينيكال يعني، الكومبوننتس دي احنا كنا خدناها في ثالثه، سواء ميجر كونكتور، ماينور كونكتور، سادل اللي بيتحط السماع عليها، الكلاسبات، الكلام ده كله، الدايركت ريتينر، الاندايركت ريتينر، الكلام ده
يا ريت بس يعني تبصوا عليه بصه سريعه في مذكره تالتة. والله الموضوع مش هياخد منكم ساعتين يعني، تبصوا عليها بس ايه تفتكروا الكلام، لان هو هم بيعتبروكم عارفينها، فبالتالي احيانا بيشرحوا من غير ما يقولوا لكم يعني ايه، يرجعوا يشرحوها تاني. فانتوا لو بصيتوا عليها يبقى كويس ليكم، بالذات لو حد هيشتغل حاله فيتاليوم هيبقى الموضوع مناسب ليه برضو، لان هي بتيجي في الامتحان احيانا بيسالك على الكومبوننت الفلاني ينفع في الحاله دي او ما ينفعش، فانتوا لازم تذاكروها عشان ايه، اعتبروها شابتر في المنهج يعني. تمام. المنهج طبعا اي ماده كلينيكال بدايتها بتبقى دايجنوزس وتريتمنت بلان عشان تعرف انت ماشي ازاي، ودي اهم حاجه يعني. هو الدايجنوز ما خلصش بنهايه رابعه، الدايجنوز ده لازم اي بيشنت عشان تعرف انت تعمله ايه بالظبط. ما هو ده اللي يفرق الدكتور عن الفني، ازاي تعمل دايجنوز وتريتمنت بلان صح. بعدين التايبس اوف ار بي دي، طبعا احنا عارفين في حاجات مثلا اللي انتوا بتشوفوها احنا بنعملها مثلا او انتوا تعملوها ان شاء الله السنه دي، اللي بتبقى اكريل وكلاسب مثلا معمول من روت واير، دي مش ديفينيتيف ار بي دي او ار بي دي تنفع لمدى طويل، دي بتبقى حاجه مثلا تمبري بس، هو عشان الظروف الماديه بتاعت العيانين فاحنا يعني ايه بنمشيها كده، لكن هي دي تمبري ار بي دي. انما الديفينيتيف الحاجه اللي بتبقى بتستمر مع العمر طويل 10 15 سنه والكلام ده، بتبقى حاجه معموله من ماده انتوا عارفينها سمعتوا عنها في الدنتال ماتيريال اسمها فيتاليوم، او ممكن تكون معموله من ماده ريسنت شويه. طبعا الدكتور صلاح بيحب دايما يدخل لنا الحاجات الريسنت في الشغل بتاعنا زي البيك ماتيريال اللي هي البولي ايثايل ايثر كيتون. تمام. انتوا خدتوها في رابعه. الماوث بريبريشن انا هشرحها على الصوره دي احسن. الحاجات اللي انا بعملها في بق البيشنت عشان تبقى يعني يبقى ريدي ان هو يريسيف البروسيزز او ابدا الشغل بتاعي. يعني مثلا هو عنده هنا جزء كبير شويه، ممكن اعمل له انامل بلاستي عشان اعمل له البروكسيمال بلين اللي هو بتاع اللي بيتحط عليه البروكسيمال بليد بتاع الار بي دي، الريست سيت اللي بتتحط على السن اوكلوزال عشان السبورت، ممكن اعمل موديفيكيشن للهايت اوف كنترول لو السن مثلا تلتد او حاجه زي كده، ممكن برضو اعمل موديفيكيشن للاوكلوزال بلين سنه مثلا اوفر ايرابتنج، ممكن مثلا اعمل لها لو هي اوفر ايرابشن بسيط ممكن اعمل لها انامبلوبلاستي، لو هو شويه ممكن اعمل ايه ريموفال مثلا لجزء برضو من الدنتين واعمل لها ريستوريشن زي كراون مثلا، ممكن لو هو محتاج موديفيكيشن كتير وداخل مثلا للبلب ممكن اعمل اندو وكراون حاجه اسمها اندو كراون، ممكن لو هي اوفر ايرابتنج بشكل بشع اللي هو مثلا السنه دي مثلا بتعض في الجنجبه بتاعه الاوبوزنج ممكن اعمل لها ايه اكستراكشن. تمام. ده الموديفيكيشن بتاع الاوكلوزال بلين يعني. بعدين هنخش بقى على الكينيدي كلاسيفيكيشن، لو انتوا فاكرينه البايلاترال فري اند سادل اللي هو كينيدي كلاس 1، يونيلاترال كلاس 2، باوند سادل اللي هو 3، باوند سادل في الانتيرير اريا كروسنج ذا ميد لاين اللي هي ايه تايب 4. تمام. هتاخدوهم في اربع محاضرات، كلاس 1 وكلاس 2 وكلاس 3 وكلاس 4، والامبريشن تكنيك بتاع الار بي دي في محاضره برضو عشان احنا بنتكلم في كورس كلينيكال، والجوريليشن بقى باقي الستبس الجوريليشن والتراي ان والانسرشن والكات كام والبوست انسرشن كومبلين. تمام. في موضوع برضو مهم اسمه فيلوسوفي او برينسيبلز اوف ار بي دي ديزاين، ازاي نعمل ديزاين. يعني مثلا لو جينا بصينا على الحاله دي، مش عايز اتكلم كتير بس مثلا هل الحاله دي مثلا الحاله بتاعها ار بي دي مثلا بس؟ طب ما انا ممكن مثلا اعمل امبلانت ورا وامبلانت قدام وامبلانت ورا وامبلانت قدام، ويبقى هنا مثلا فيكسد وهنا فيكسد بريدج مثلا، او ثلاثه امبلانت ويبقى سنجل 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 كراون، او مثلا ممكن اعمل امبلانت ورا والسنه اللي قدام اعمل لها بريبريشن وتبقى هنا ايه فيكسد توث امبلانت سبورتد بريدج، او ممكن مثلا والله السنه دي كلها تبقى بريدونتالي افكتد فانا اشيل البريدونتالي افكتد منها مثلا واعمل ايه كومبليت دنشر، او مثلا والله السنه دي مثلا بريدونتالي افكتد والسنه دي كويسه ممكن اشيل دول واشيل دول. تمام. وقصدي اشيل دول واحافظ على دول واعمل لهم مثلا ايه اوفر دنشر. تمام. ففي اوبشنز كتير يعني، انا ممكن مثلا احول كلاس 1 دي لكلاس 3 ان انا عملت مثلا سنان ورا، فبالتالي دي حاجه تبقى مينلي في الفلسفي او البرنسبلز بتاعت الار بي دي ديزاين، ازاي اختار الريستوريشن الكويسه للبيشنت ده. والله ممكن البيشنت ما ينفعش معاه، انا عمال اقول امبلانت امبلانت، ممكن البيشنت ده مثلا يعني ما ينفعش معاه امبلانت لاي سبب مثلا، فساعتها اختار الار بي دي. تمام. بس مش كله مثلا ار بي دي ومش كله امبلانت يعني، كله تبع الايه حاله العيان. بالنسبه بقى للترم الثاني ده اللي ممكن يكون جديد شويه، هو دايما بنقول ان الترم الثاني خفيف لكن الترم الثاني في البروسيس نوعا ما دسم، لكن هو حلو يعني معلومات حلوه يعني، دي مهمه جدا وده اصلا يعني مجال دسم جدا وتقيل من البروسيس يعني. في حاجه مثلا اسمها الاميديت دنشر، دي اللي هو بيشنت مثلا، خلينا نشرح على الشكل ده، بيشنت عنده شويه سنان
انا ممكن اعمل له دينشر، اخلع السنان دي واحطها على طول، احط له دينشر في نفس الوقت. ازاي هنعمل كده؟ ده مشروح في الاميديت دينشر. في حاجات طبعا في الماكسيلوفيشال، حاجه اسمها كونجينيتال كليفت، عيان مثلا عنده كليفت ليب، عنده كليفت بلت، الحاجات دي ازاي اقفلها؟ بيبقى في حاجه اسمها اوبتيوريتور بيقفل المكان ده. الطفل الصغير وهو مولود كده مثلا عايز يرضع، مش عارف كل ما يجي مثلا يرضع الحليب يخش مثلا في مناخيره ويحصل له اسبيريشن، الكلام ده بعمل له حاجه اسمها فيدنج ايد ابلاينس، حاجه بتسهل عليه موضوع الرضاعه. تمام. في حاجات مثلا مش كل كونجينيتال، يعني كونجينيتال هو اتولد بيها، يعني الطفل ده مولود بالحاله دي. في حاجات تانية اكوايرد، والله بيشنت مثلا كان سليم لكن ربنا ابتلاه مثلا بايه، بكانسر، فهو شال الكانسر فبقى عنده مثلا كوميونيكيشن ما بين النوز والاورال كافيتي. تمام. فانا بسده برضو باوبتيوريتور. تمام. دي حاجه اسمها اكوايرد ديفكت. تمام. وطبعا الاكوايرد ديفكت دي ليها زي ما احنا عارفين مثلا ان كينيدي كلاسيفيكيشن بتاع الار بي دي، في كلاسيفيكيشنز تانيه للديفكت ده، سواء بقى كان في الانتيريور في البوستيريور ويونيلاترال بايلاترال، الكلام ده كله. ومش كله بيبقى في الهارد بالت، احيانا بيبقى فيه حاجات في السوفت بالت. تمام. بس السوفت بالت ده انا عارف ان هو موفبل، فبالتالي انا لازم اعمل له بروسيس تبقى برضو الجزء بتاعها اللي موجود في السوفت بالت بيبقى موفبل برضو زي البروسيس اللي بالشكل ده. دي حاجه مثلا اسمها بالت الليفت، انها بترفع البالت عشان هو ايه بيهبط مثلا، ما بيقفلش كويس بسبب ان هو فيه ديفكت. تمام. فده في السوفت بالتال ديفكت. في حاجات تانية اسمها ستنت، في حاجات تانية اسمها سبلنت. ايه الفرق بين المصطلحين؟ الستنت دي حاجة مثلا بتسهل عليا عمل عملية معينة، يعني مثلا بيشنت ده انا عايز احط له امبلانت، بعمل له ستنت عشان تحدد لي الانجوليشن واللينث والحاجات اللي انا هستخدمها في الامبلانت. ماشي. في ستنت تانية مثلا بتسهل عليا مثلا الهيلينج، زي مثلا بيشنت عمل مثلا عملية معينة بحط له ستنت عشان تعمل سبورت للتيشو ده عشان ما يحصلوش مشكلة. في مثلا ستنت انتوا عارفينها وقابلتوها قبل كده اللي هي سبيس مينتينر، بتشكل الهيلينج بتاع المكان ان هو ما يحصلش مثلا مايجريشن للسن عشان تقفل المكان، هي بتحافظ على السبيس، فدي برضو ستنت. تمام. فالستنت حاجه بتاثر على الهيلينج بشكل او باخر او بتساعدني في عمل عمليه معينه، ده بلدي يعني، لكن هي طبعا محاضره كبيره فهتعرفوها بالتفصيل. يعني السبلنت حاجه زي الجبيره، عارفين انتوا الجبيره بتاعت الايد، واحد ايده اتكسرت مثلا بقى في جزء منفصل، البون دي مثلا جايه هنا والعظمه دي جايه هنا، ازاي ارجعهم لنفس الشكل الصح بتاعهم واقفلهم، دي حاجه اسمها سبلنت. تمام. السبلنت دي مثلا ممكن استخدمها مثلا هنا، البيشنت ده عنده مانديبولار فراكشر في المكان اللي هو الجزء الاصفر ده، ده واكس بيدل على شكل الفراكشر يعني، فانا رجعت كسرت الكاست ورجعته للشكل الصح، وبعدين عملت سبلنت على الشكل الصح بتاعه وركبتها جوه بق العيان، انها بتعمل زي دي نفس فكره الجبيره اللي فوق. يعني هو مثلا البيشنت اللي كان عنده عظمه جايه كده وعظمه جايه كده مثلا لفوق، انا رجعتهم للشكل الصح وعملت لها كبيره عشان تثبتها على الشكل الصح. نفس الفكره هنا، انا يعني الجزء ده مثلا كان رايح هنا والجزء ده رايح هنا، انا رجعتهم للشكل الصح على الكاست، وبعدين عملت سبلنت تمسكهم بالشكل الصح ده، وبعدين حطيتها هنا، حطيتها في اللينجوال بتاع العيان، وقمت مقفل عليها بوايرز عشان ايه يحصل هيلينج على الشكل ده. ده معنى السبلنت برضو باختصار، يعني انها حاجه بتشكل الهيلينج على الشكل الصح. تمام. او بتمسك حاجتين ببعض، جزء مكسور بجزء مكسور تاني. تمام. دي المواضيع اللي انا قلتها، immediate denture، الكونجينيتال، الاكوايرد، الستنت والسبلنت. في مواضيع تانية مثلا زي البيشنت الايرادييتد، انا قلت طبعا ان في بيشنت عنده كانسر اللي هو الاكوايرد، فانا ازاي اعالجه كده، ده طبعا بنتكلم عليه في الايرادييتد بيشنت. في موضوع برضو اسمه obstructive sleep apnea syndrome، ده كان موضوع اول سنه يتزود السنه دي، بيتكلم ازاي العيان، في عيانين مثلا بيحصل لهم اختناق وقت النوم، يعني هو نايم بيتخنق بسبب ان هو اللسان مثلا بيقفل مجرى التنفس او حاجات زي كده، فازاي عالجه ده في الشابتر ده. معلش انا بتكلم بتفصيل شويه بس عشان ايه تبقوا فاهمين الدنيا ماشيه ازاي من الاول. الميدترم مباشر من المحاضرات والسورس، ما كانش صعب، بس هما الفكره ان هو كان حصل معانا مشكله في الميدترم ان هم قالوا لنا في شابترين، لكن في اسئله من المحاضرات جت في شابتر ثالث ما كانش متحدد معانا، فانتوا يعني ايه لو تعرفوا تتفقوا اتفاق كويس مع الدكاتره ان هو ما يبقاش في حاجه من بره يبقى احسن. الفاينل بتاعنا كان اول مره يبقى البروسيس ام سي كيو، كان جالنا تقريبا 100 ام سي كيو من المنهج اللي هو الاسئله عموما يعني، وسؤالين على الكيسز زي الكيس اللي انا وريتها لكم فوق، مثلا قلت لكم ممكن نعملها كده ممكن نعملها كده، في اسئله على الكيسز في الار بي دي تقريبا 20 سؤال ب 20 درجه، اتنين كيس كل كيس عليها 10 درجات، فانتوا يا ريت تذاكروا الموضوع بتاع الديزاين كويس عشان ايه الحاجات دي بتفرق، هي اللي فرقت الناس في المذاكره وكده. المذاكره طبعا زي ما زي كل ماده من النوتس بتاعه المحاضره والسورس.
تمام، لو في زيادات او كده ذاكروه. ده بالنسبه للبروسيزس. نخش بقى على اخر 4 مواد هيبقوا خفيف ان شاء الله. نبدا بالبيدو. البيدو طبعا انتوا تقريبا ما كنتوش خدتوا كل المواضيع في رابعه تقريبا، لما حصل مشكله كورونا وكده كان في اخر موضوع زمايلكم بيقولوا ان انتوا ما خدتوش اللي هو بتاع السايكولوجيكال مانجمنت. ما اعرفش انتوا تاخدوه السنه دي ولا لا، بس يعني انتوا معاهم بقى شوفوا هيدوا لكم ايه يعني. المواضيع بتاعت 5 كلينيكال اكزامينشن، لوكال انستيزيا، ازاي ادي انستيزيا للطفل، لان طبعا في فرق ما بين الطفل والكبير في الجزء بتاع الانستيزيا. فهو هنا هيتكلم على الانواع بتاعت الحاجات اللي انتوا خدتوها في رابعه في الجراحه، الانواع بتاعت الانستيزيا، التكنيكس، الحاجات دي هتاخدوها في الموضوع ده. البلب ثيرابي بيتكلم على الاندو عموما، وحاجات تانية مثلا بتبقى كونزرفاتيف شويه، مثلا زي حاجه اسمها دايركت بلب كابنج، ان دايركت بلب كابنج انتوا خدتوها في الاوبرتيف، وحاجات تانية مثلا زي البلبوتومي. تمام، ده كله في الشابتر ده. في الراديوجرافي، الاكس راي بقى، التكنيكس بتاعت الاطفال والكلام ده. ما هو زي ما انا قلت لكم البيدو مجمعه مواضيع من كل المواد، يعني الموضوع ده مثلا من الجراحه، الموضوع ده من الاندو، الموضوع ده من الاكس راي، الموضوع ده تاني من ماينور سيرجري، ده من الجراحه برضو. في الفارماكولوجيكال مانجمنت ده نوعا ما، يعني هو في زي ما انا قلت لكم في الاول، انا قلت لكم في سايكولوجيكال مانجمنت انتوا ما خدتوهوش. السايكولوجيكال اللي انا بحاول ايه اهدي الطفل، اسايسه، اقول له دي بتوجعش يا حبيبي، ده الكونترا دي اللي احنا بنرش بيها السوسه، الاكسكافيتور مثلا دي المعلقه اللي بنشيل بيها البتاع، الكلام ده اللي هو يعني ايه بفهمه الادوات بتاعتي بهديه الكلام ده. في فارماكولوجيكال بقى لو هو بيشنت طبعا صعب ومهايبر ومش عارف اتحكم فيه، فبخش بقى في الجزء الفارماكولوجيكال بديله ادويه تهديه. وطبعا الفارماكولوجيكال دي برضو مفوته على الجنرال اناستيزيا، اللي هو مثلا ممكن طبعا الاطفال في حالات كتير بتبقى مستعصيه على الدكتور ان هو يعالجها، فبيعالجها تحت الجي اي، فطبعا ده كله في الفارماكولوجيكال مانجمنت. تمام، في برضو بقى الترم الثاني في جزء بيتكلم على التروما. التروما زي مثلا فاكرين لما قلت لكم في الجراحه مثلا في مانديبولر فراكشر، ماكسيلر فراكشر، دي كلها تبع التروما. هنا برضو التروما بس لها علاقه بقى بالاسنان. تمام، السنه مثلا اتكسرت من الكراون، طب البلب كان مكشوف ولا لا، طيب هي مثلا اتكسرت من الروت، طيب اتكسر اي جزء من الروت، كرونال، ايبيكال، ميدل. تمام، الموضوع ده مشترك، هو هنا 4 محاضرات، هو موضوع كبير طبعا، مشترك ما بين الاندو والبيرو، وهتاخدوهم في نفس الوقت، فبالتالي انتوا ايه ممكن بحركه ذكيه انكم تذاكروها في نفس الوقت. الجينجيفال وبيودونتال دي من اسمها حاجه تبع البيريو. ديسابلد تشيلدرن دول العيانين مثلا، الديسابلد دول حاجه من 3، يا اما يكون منتري عنده مشكله يعني مش معاق، انا ما بحبش كلمه معاق، بس هو يعني على قده شويه في الجزء بتاع التفكير يعني وكده. ممكن يكون فيزيكالي ان هو مثلا جسمه ضعيف، عنده مثلا مشكله في جسمه، مشلول، بارالايزد مثلا، اللي هو سيريبرال بولسي وحاجات من كده. وفي حاجه ثالثه هو فيزيكالي وميديكالي كومبرومايزد برضه. الطفل لما يكون ميديكال كومبرومايز مثلا، عنده هارت ديزيز، عنده اي حاجه من الحاجات دي، فده طبعا ايه ديسابلد تشايلد. والديفلوبمنتال انواليز دي بالنص بصوا زي اللي كنت خدتوها في ثالثه في الباثولوجي، اللي هي مثلا اميلوجينيسيس امبرفكتا، دينتينوجينيسيس امبرفكتا، الحاجات دي كلها طبعا في الديفلوبمنتال انواليز. تمام، ده البيدو طبعا. الميدترم والفاينل يعني ايه السورس طبعا والنوتس بتاعت المحاضره والفضاء الخارجي يعني. في اسئله بتبقى شويه صعبه يعني، بس هو يعني في العاده بتتحل ان شاء الله يعني، بتبقى كويسه. تمام، بس بالنسبه بقى للاندو، زي ما قلت لكم ان هو المنهج في الاندو بيبقى اللي هو البري كلينيكال في رابعه، في 5 هيبقى المنهج كلينيكال اكتر. وزي ما قلنا اول حاجه طبعا في اي منهج كلينيكال تبقى دياجنوزيس، في حاجه قبلها اللي هو بالب اند بريبيكال باثوزس، دي اللي هي ريفرسبل بالبايتس، الريفرسبل البريبيكال ابسس، الحاجات دي كلها طبعا بقى بالتفصيل زي ما كنتوا خدتوها في الباثولوجي، بس بالتفصيل شويه بقى وبالكلينيكال بتاعها اكتر، بتطرق للكلينيكال اكتر بتاعها. فده تبع الشابتر ده اللي هو البالب اند بريبيكال، تقريبا كان محاضرتين او 3 محاضرات. تمام، دياجنوزس كان محاضرتين، هو اتشرح عندنا في المحاضره. الاندونتيك امرجنسي، في حاجات من الاسم emergency يعني المفروض تتعمل دلوقتي يعني ما تتاخرش خالص يعني، في كل حاجه يعني. الترو مثلا في البيدو دي تعتبر emergency ماشي،
الفراكشر يعتبر emergency. في حاجات تانية الانفكشن مثلا في الجراحة، لو هو مثلا فيشل سبيس مثلا، في انواع من الفيشل سبيس تعتبر emergency. تمام، في حاجات كده يعني لازم تتعالج immediate قبل اي حاجة. يعني ما ينفعش مثلا يبقى جاي لي بالامرجنسي دي اقول له لا ده انا هعمل لك سكيلينج وهعمل لك ما اعرفش ايه وهعمل لك. الامرجنسي دي تبقى قبل التريتمنت بلان. يعني هو دايما احنا بنقول التريتمنت بلان نبدا مثلا بحاجة وبعدين نروح للحاجة التانية بعدين التالتة بشكل ما في كل المواد. تمام، في حاجات لها اولويه. يعني مثلا الار بي دي في البروسيس عموما بتبقى في الاخر خالص. تمام، لكن مثلا الاندو بيبقى قبلها شويه، البريو بيبقى قبلهم، الفيكسد برضو بتبقى في الاخر بس قبل الريموفبل بالشكل ده. فهم ليهم ترتيب معين. فالامرجنسي دي بتبقى اصلا خارج الترتيب ده، تبقى اول حاجه وبعدين ابدا اشوف انا هعمل ايه. تمام، الاوبن ايبكس من اسمها يعني الايبكس بتاعت السنه واسعه. وطبعا ده ما ينفعش اقفلها مثلا بكتابلك، لازم اقفلها بماده تعمل سيلينج للمكان ده كويس. وممكن برضو يعني ايه استغلها في انها تعمل هيلينج. يعني مثلا اوبن ايبكس ممكن اعمل معاها حاجه اسمها ايبكسوجينيسيس، ان انا اعمل جينيسيس او فورميشن لنيو ايبكس. تمام، اخلي الايبكس يحصل لها كلوجر يعني. وفي حاجه تانية اسمها ايبكسيفيكيشن، ان انا احاول اعمل بارير في اخر الموضوع ده. يعني اعمل كالسيفايد تيشو، مش هيبقى دنتين بقى ولا سمنتم ولا كده، لا انا هعمل كالسيفايد تيشو في الاخر كده يقفلها، بس يعني قفله كده عشان ايه ما يبقاش فيه ليكج يعني او اي حاجه. بالنسبه للترم التاني زي ما قلت لكم في موضوع برضو اللي هو كان متزامن مع موضوع التروما بتاع البيرو، هو التروما بتاع الاندو تقريبا موضوعين بنفس كل حاجه، بس هو البيرو يعني ايه كان فيه تفاصيل اكتر شويه. في بعدين توبيك اسمه ريتريتمنت في الاندو. طبعا لو الاندو فالير، سواء بقى ان هو شورت او مثلا في مشاكل كتير طبعا بتخلي الاندو يفالير. تمام، في اول حاجه بلجا ليها النان سيرجيكال ريتريتمنت، يعني انا احاول اشيل الجاتا بيركه واحط جاتا بيركه ثانيه. تمام، بعد ما اعمل اريجيشن ثاني، ولو في حاجه مثلا مش واصله اوصلها، لو في حاجه كالسفايد احاول افتحها كده يعني. تمام، فده النان سيرجيكال ريتريتمنت. في برضو السيرجيكال ريتريتمنت او الاندودونتيك سيرجري، ده بيبقى في الاخر يعني. في برضو ثلاث مواضيع تانيين، في حاجه اسمها اندودونتيك مسهابس. المسهابس دي يعني things that go wrong، يعني انا مثلا كنت بعمل حاجه مثلا معينه وحصل حاجه تانية، اكيد هيكون قابلكم حاجه منها. مش حد لازم يقابلنا مسهابس. يعني مثلا ممكن يكون ايه، انا كسرت فايل في كانال، انا عملت مثلا ليدج، انا عملت بيرفوريشن، انا عملت اي حاجه من الحاجات دي بقى. طبعا يعني ايه احنا كنا قاعدين في المحاضرات دي بنبص لبعض بنعاير بعض بيها يعني. فالمسهابس دي يعني بتحصل معانا كلنا، وده شابتر مهم جدا يعني ازاي يعني المشكله ايه وازاي نعالجها والحاجات دي كلها في الشابتر ده. والاندو بيريو ليجن اللي هو زي ما قلت لكم خدناه في البيريو وهناخده هنا برده في الاندو. والبليتشنج ده موضوع برده مشترك ما بين الاندو والاوبريتيف، ازاي اعمل بليتشنج للسنان. طبعا في حاجات اسمها فايتال، يعني السنه لسه فايتال واعمل لها بليتشنج، وحاجات تانيه نون فايتال اللي انا بحط ايه الماتيريال جوه البلب سبيس نفسه عشان يحصل ايه ان السنه اللون بتاعها يفتح يعني. تمام، الام سي كيو طبعا بتاعهم يعني هو زمان شويه كنا بنقول ان هو بيجي من مرجع زي والتون او اللي هو توردن جاد، في ام سي كيو في الاخر والله احيانا بيجي منه، يعني مش فكره ان هو بيجيش، لا هو بيجي منه بس شويه. لكن برضه في يعني الاسئله الكويسه منه هي اللي بتيجي، الاسئله الصعبه ما بتجيش. وفي نفس الوقت لو الدكاتره بيحطوا اسئله في محاضراتهم بتبقى على اساس المحاضره نفسها اللي فاهم، يعني مثلا ممكن يجيب لك كيس، ممكن يجيب لك مثلا سؤال معتمد شويه على الفهم، بالذات بقى في الجزء بتاع التروما بيبقى فيه شويه حاجات فهم كتير يعني. تمام، زي ما قلت السورس بتاع المحاضرات بيبقى، لو انتوا خدتوا بالكم من الصوره يا ريت تعملوا سكرينات للصور دي، بيبقى السورس بتاع توربن. يعني في ناس من السورس بتاعت الجاد، في ناس مثلا السورس بتاعها باثوي، في ناس ثانيه السورس بتاعها نيشا. تمام، في مراجع كتير في البيري وكل في الاندو قصدي، كل دكتور بقى والسورس بتاعه بيجي الامتحان من السورس بتاعه اهو، ولو في نوتس مثلا من المحاضره هو قالها وكده. فاضل مادتين الاوبرتيف والفيكسد. الاوبرتيف تقريبا الترم الاول كله كومبوز، كونتاكت وكونتور اللي هو الكونتاكت اريا والكونتاكت بوينت والبروكسيمال سيرفيس، ازاي اعمل كونتاكت صح وازاي اعمل كونتور للبروكسيمال سيرفيس صح. كومبلكس امالجام ده بيتهيألي انتوا كنتوا خدتوه في ثالثه، احنا خدناه اصل احنا كان في تغيير في المنهج كده حصل تقريبا في سنه من السنين. احنا كنا خدنا الكومبوزيت، كنا خدنا منه الماتيريال بتاعت الكومبوزيت نفسها والكلاس 3 كنا خدناهم في ثالثه، وهنكمل بقى في رابعه الكلاس 4 والكلاس 1 و 2 اللي هو البوستيريور كومبوزيت يعني. تمام، فهو بتهيألي التغيير ده يعني عندكم بتهيألي المنهج يبقى احسن شويه، ان هو كومبلكس امالجم هتاخدوه مع الامالجم في ثالثه، والكومبوزيت
بانواعه بقى الماتيريال وكلاس 1 و2 و3 و4 والكلام ده كله هتاخدوه في خمسة، تمام. indirect restoration اللي هي الانلاي والاونلاي والاوفرلاي والكلام ده، تمام. في حاجات بقى في الترم الثاني، في حاجه اسمها additional conservative technique. يعني الريستوريشن طبعا في الامالجام كنا اكستنسيف، بنشيل جزء كبير من السمنه، تمام. الكومبوزيت بقينا كونسرفاتيف اكتر، في حاجات بقى اديشنال كونسرفاتيف، يعني كونسرفاتيف اكتر من الريستوريشن نفسها. يعني مثلا في سمنه شكلها مش مظبوط، بدل ما اعمل لها فينير مثلا ممكن اعمل لها ايه، ريكونتورنج، يعني مثلا اعمل راونديشن للانجل دي، اشيل مثلا جزء من هنا، ازود حته صغيره هنا، تمام، كونسرفاتيف اكتر، تمام. في برضو الفينير ده يعتبر اديشنال كونسرفاتيف، والبليتشنج برضو يعتبر اديشنال كونسرفاتيف. اصل في ناس مثلا بتعمل فينير عشان عندها ديسكالريشن، فهو لا انا بجرب قبل كده حاجات مثلا تعمل بليتشنج، لو ما نفعش هبقى اعمل الفينير عشان ايه، ادي منظر حلو للسن، تمام. وفي برضو بعدين موضوع اسمه الادفانسد كيرز ريموفال، يعني تكنيكس معينه في الكيرز ريموفال احسن من البير العادي بتاعنا والاكسكافيتور العادي بتاعنا، في طرق تبقى كونسرفاتيف اكتر عشان ما اشيلش دنتين. يعني انتوا عارفين طبعا المشكله كنا زمان بنقول ان هو اي دنتين لونه متغير ده لازم يتشال، بعدين غيرنا الكونسبت ده وقلنا ان في افكتد دنتين ده هو كويس بس لونه متغير، وانفكتد دنتين ده اللي فيه بكتيريا فانا لازم اشيل الانفكتد، تمام. فهو هنا بقى بيتكلم ازاي افرق ما بين الافكتد والانفكتد، ازاي اشيل الانفكتد بالظبط واسيب الافكتد دنتين، تمام. في موضوع في الاخر ده مهم جدا اسمه ريبير فيرسس ريبليسمنت، يعني في ريستوريشن باظت، تمام، او انا شكلها بقى مش عاجبني، دي امتى اعمل لها ريبير، يعني امتى بس اشيل منها جزء وازودها، وامتى اعمل لها ريبليسمنت يعني اشيلها كلها، تمام، وميزات ده وعيوب ده وكل حاجه، تمام. فده اخر شابتر. المنهج الاوبت بصراحه في خمسه كويس، يعني منهج رابعه يعني، تمام. في معاد يعني الكاريولوجي كان كويس، هو اللي كان كويس في رابعه يعني. العملي طبعا هنخليه للاخر. الفاينل على خلاف بقى كل سنه، السيفات كان مثلا بيبقى يعني اللي هو بوكلت يجيب شويه ام سي كيو شويه اسئله انيوميريشن وحاجات من كده. السنه دي كان ام سي كيو كان كله من الكتاب، وكان في احيانا اسئله من المحاضره، يعني الدكتور مثلا اشرف كان قال لنا في اسئله انا جايبها من المحاضره، تمام، فاهتموا بزياره المحاضرات يعني، تمام. بالنسبه بقى للفيكسد، منهج الفيكسد لو فاكرين البيولوجيكال كونسيدريشن اللي كنت خدتوها في البرنسبلز بتاعت التوث بريبريشن في ثالثه، هي نفسها البيولوجيكال كونسيدريشن موجوده في خمسه مع شويه تفصيل اكتر، تمام. الماوث بريبريشن زي ما قلنا مثلا في الفيكسد، في قصدي في الريموفبل، لان احنا بنغير شويه حاجات في الماوث، هنا نفس الفكره برضو، تمام، ان احنا بنخلي الماوث بتاع العيان ده ريدي فور يعني ريستوريشن، ان انا بحسن الحاله بتاعته عشان ايه، يديني بروجنوزس احسن يعني. التراي ان بتاع الفيكسد، تمام، في كذا حاجه، في يعني في استاتيك تراي ان، في ميكانيكا، في حاجات كده يعني ايه تبع التراي ان، يعني الكالر والشيت سيليكشن والاستاتيك كونسيدريشن، نفس البيولوجيكال كونسيدريشن اللي كنا خدناها، هي هنا برضو الاستاتيك كونسيدريشن نوعا ما يعني ايه بتفصيل شويه كلينيكال، لكن ايه لهم علاقه ببعض يعني. الترم الثاني اللي هو الاول سيراميك ريستوريشن، مش الاول سيراميك بريبريشن، البريبريشن كنتوا خدتوه في ثالثه، لا هنا بقى ريستوريشن نفسها، انواع السيراميكس نفسها، في حاجات اللي انتوا مثلا عارفين الايماكس، الزيركونيا، الحاجات دي كلها طبعا هتاخدوها هنا، تمام. وعلى فكره الشابتر ده اول سيراميكس متقارب شويه مع الشابتر بتاع الاندايركت ريستوريشن اللي موجود في الاوبريتيف، تمام. فيعني ايه اللي عايز يوفر على نفسه شويه مجهود يذاكرهم مع بعض. السيمنتيشن بقى انواع السيمنت والحاجات دي كلها هنا البلزق بيها. الدنتال امبلانت زي ما قلت لكم، في امبلانت في الجراحه وفي امبلانت هنا وفي امبلانت في البيريو بس احنا ما خدناهوش، بس انتم ممكن تاخدوه يعني. الفيلير بتاع الفيكسد بروسيزس عموما يعني، والاوكلوجن طبعا، الاوكلوجن ده يعني موضوع غني عن التعريف، في اي ماده يحط لك اوكلوجن وكاد كام. طيب الفاينل بتاعهم كان من السورسات بصراحه، يعني السورسات اللي هم حددوها والزيارات بتاعتها كان دي كل حاجه في الفيكسد يعني. شكرا يا جماعه، دي نهاية الفيديو بتاع النظري، معلش هو لو طول شوية بس أنا يعني عايز أفيدكم بكل اللي أعرفه. المواد التقيلة، هو طبعا مفيش حاجة اسمها مواد تقيلة ومواد خفيفة، أنت لازم تذاكر على طول، بس يعني أكبر مواد عندك اللي هي الجراحة والبيريو والبروسيسس، تمام. يأتي بعدهم الميديسن والإندو والفيكسد والبيدو، تمام، دول والأوبريتيف طبعا. الحاجات دي يعني إيه، هما كل المواد تقيله بس بدرجه معينه يعني، ماشي، بس هو اتقل المواد اللي هي الثلاثه اللي انا قلتها لكم، وبعدين ياتي المواد الاخرى يعني، تمام.
شكرا يا جماعة، ومعلش لو طولت عليكم، ومعلش طبعا على الدوشة اللي حواليا، انا مش عارف والله يعني الناس دي بتعمل فينا كده ليه. شكرا جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.